احنا مطالبنا مثل مطالب اي لاجئين في العالم، ونحن اجينا كلاجئين سوريين هروبا من القتل، من الامور اللي ما عاد نقدر نعيش فيها، وتركنا اولادنا وجينا لهون. لما وصلنا اصبحنا في حاله تشرد، يعني مأساة من عيشة. يعني انا صار لي هون شي شهر وعشرين يوم ما عاد عندي شيء انه اقدر اسكن او اكل او اشرب، ما عاد عندي شيء. بدي اطلع من هالبلد لانه ما عم يقدم لي شيء، الكل عم يهاجمك هون، بدك تطلع ما عم يخلوك، بدك تسكن ما عندك حتى تسكن، بدك عمل ما في. لهالسبب عم نحاول وبنطالب انه يعطونا اوراق نطلع فيها من هالبلد مثلنا مثل اي بلد اوروبي. اميس لي ارث ميدو فيكم ابو سيريا ياتي اول لكسيرتيني ابو سيريا تورا كي ارث ميدو كسيرتي ياتي ذذل من ابو ثانمي كي ابو سيريا كي ارث ميدو إذو ذنيخمو إتي سبيتي وإتي فاكيتو وإتي تيبوتا وإتي كاثولو كي ذا بورومي να φύγουμε από εδώ. Αυτό κυρίως λέει είναι ένα μήνα στο hotel και τώρα δεν είχες λεφτά και τώρα δεν ξέρεις πού να πας και τι φάει και δεν μπορείς να πας ούτε αεροδρόμο ούτε τίποτα. وصلنا المرحلة انه والله ما عاد عنا اي شيء، يعني حتى حق أكل ما عاد عنا، وفوقها عنا أولاد عم يستنوا إنه إحنا بنجيبهم لعنا، عم يعيشوا حالة التشرد اللي عم نعيشها. كلي ميس إرثم إذو تورا ذا نيخم الفتاة كي يخم بذياء كي ستو سيريا كي كي ذا نيختي وتي فاي وتي تيبوتا وتي لفتاة كي ذو يخم مازي بذياء كي بذياء ستو مينو تستو درومو كي ذا نيخم تيبوتا كي كراتوس ذا دوس تيبوتا يا ناس. يعني نحن عم نناشد العالم كله، أولا الحكومة اليونانية بأنه تسعى لإيجاد حل لهالناس اللي عم تعاني وصارت لقمة سهلة بأيدي المهربين. الكل بيطلب منك 8000 يورو و10000 يورو ونحن ما عندنا حق أكل، طيب شو نساوي؟ كلي سي باراكالو بارابولي يا كراتوس لنذا اسيستي كالو على بريبن نافياكسيتي تيني بروبليما أفتو اميز دانيخم اللفتا كي تورا ارثي كوزموس لي لفتا يا نفيقومي بين داخل هذا كي افتو كي اميس ذن يخم الفتاة توسو يا نفيقم برامنو. لهالسبب نحن متجمعين هون وما راح نتحرك حتى تلاقونا حل، انتو وكل العالم نحن بنناشدو بانه يرحم الاطفال النساء الناس الكبار اللي ما راح يقدروا يضلوا في الجو البارد هاد وبدون اكل وبدون شرب وهن نايمين على الرصيف والكل ما عم يحس معاناتهم. لا لازم يكون حل وحل سريع ايضا، يعني ما المسألة ما هي سهلة، اللي يكون نايم بالشارع مو مثل النايم بأوضته أو يسمع خبر عادي، لا الخبر هذا خبر معاناة ومأساة عم يعيشها الكل. آلاف من السوريين عم يناموا بالشارع وعم يجوعوا هن وأولادهم اللي برا اليونان وعم يستنوهم عم يعيشوا الحالة، فالكل لازم يسارع لمساعدة هالناس هاي. كليجتي أفتو أميس إذو ذا في قمي بريبن όχι μόνο κράτος Ελληνάδα, πρέπει η Ευρώπη φτιάξετε κάτι, κάνετε κάτι για μας. Γιατί έχουμε παιδιά, δεν έχουμε φακετό, δεν έχουμε τίποτα. Τι θέλουν να θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, να φύγουν, τι ακριβώς θέλουν. يقول لك شو مطالبكم هون باليونان؟ بدكم تعيشوا هون ولا تطلعوا؟ نحن إذا اليونان ما بتقدر تأمننا اللي بيأمنوه الدول الأوروبية من بيوت وعمل ولم شمل، بتعطينا أوراق طرد مثل ما بتعمل كل الدول الأوروبية خلال 3 أيام أو 4 أيام بنخرج فيها في طريقة نظامية، ولا نكون لقمة سهلة بأيدي المهربين اللي بينصبوا علينا. بتحاول مرة ومرتين وثلاثة بياخذوا فلوسك وبتقعد بالشارع. لي أما إذو ذبوريتي ندوسوتي سبيتي دوسوتي كاتي خريمتا يا نمينومي نفامي ذوليا إميس كتلافينومي إذو ستولينا ذا ديسكولا إيختي بروبليما أما ذبوريتي أفتو μπορείτε να κάνουμε να φύγουμε από εδώ, αλλά όχι παράμενο. Μη κάπου χαρτιά, κανονικά. Γιατί τώρα έρθει ο κόσμος, ένα κλείψει κλέφτα και άλλο και άλλο, ξέρετε τι είναι τώρα. يعني اعطونا هن خرطيات وحسموها وراء الطرد وما عم يخلونا نطلع من هون. طيب شو الفائدة؟ دوسوت مية خرطي 6 مينا كليبري بن نفيقتي ابو ذو كي ذا برومي نفيقمي يا افتو خرطي ابو ايرادرومو ابو كابي ابو كرابلو. لهالسبب يعطونا ورقة الطرد حقيقية مثل ما تعطيها أي دولة أوروبية
وبما انه اليونان دوله ضمن الاتحاد الاوروبي فيها بتعطينا ورق الطرد بنطلع خلاله بشكل نظامي من المطارات او من طريق البر بشكل نظامي ما نتعرض فيه لا للضرب ولا للاهانات ولا للتشليح ولا للسرقه ولا للسجن. كل هذول مميه خرطيه نفيقومي مين نفيقومي برامن وخريص مي بلاستيكوم مي كابي علي اني ذيسكولا. يعني نحن ما وصلنا الا بطريقه يعني شفنا الموت لحتى وصلنا لهون ندور على طريقة للأمان اللي بدنا نعيشه الأمان اللي فقدناه نحن في بلادنا. أمي سيرتهم ويدوك يخس كوسموس بثاني ستو كرابل ستو كاتو أولا كسيرت كوسموس تيني كيرتهم ويدو ثلو من أمين ومن كلا على ذبو روم يدو. لذلك نطلب من الحكومة اليونانية ومن كل العالم أنه ينظرنا نظرة إنسانية ويوجد لنا حل سريع إنساني يساعدوا ويرحموا فيه هالناس اللي عم تنام في الشوارع. كلي بركالو بولي يا كراتوس لنذا كي أولا كراتوس يوروبا βλέπετε για μας σαν κόσμος, εμείς κόσμος, σαν εσείς. Κάνετε κάτι για μας. Σε παρακαλώ πολύ.